أبو ريان من الرياض، تفضل أبو ريان. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. عليكم السلام. جزاك الله بخير طال عمرك. حياكم الله. الله يجزاك خير، يا شيخ الله يجزاك خير، والدي متوفي الله يرحمه، أبوي تدعي له. وأنا يا شيخ أتصدق أنا دائما يعني أنوي بس إني ما أنفض بالنية، النية تكون يعني داخلي، فهل يعني تقبل إن شاء الله؟ إن شاء الله، ما هو بلازم التلفظ، الكلام على النية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والصدقة عن والدك من البر به، ويصل ثوابها إليه إن شاء الله. نعم.